الخبر اخويا جانا كي اش نقول لك، كي الصاعقه. حنا كنا جالسين ما علينا ما بينا، كي قلنا راه كاينه الشاشه كثيره فوق الارض، وكنقول حنا راه مزيان الخير هذا، الناس فرحانين. جاونا اتصالات من الدواور اللي الفجن ديالنا بدا الاوكش قال مشكورين، تقولنا راه الحموله ديال الواد راه فات القياس خصكم تهربوا، ولكن الناس ما خداوش بعين الاعتبار ديك الحموله كامله، مشاو بغاو يتلقاو كاع عمال الواد زعما فرحانين ليه. صافي ملي شافوا دوك الحموله كثيره رجعوا الناس هربوا، كاع اللي دخلوا لديورهم، يعني ما عندهمش فين تخبوا اخر من غير الديور بطبيعه الحال، كاع دخلوا لديورهم، ولكن كاع دوك الديور اللي كانوا في الصف اللي في جنب الواد يعني على اليسار ديال الدوار كلهم ماتوا، كلهم طاحوا، واللي بقى في شي دار راه مات فيها، واللي توضر توضر، والحاصله راه وصلت ل 12 ميت، 12 ضحيه، وحده فيهم لقيناهم وبقاو كاين 11 مفقود. كاينه عائله ديال العمه ديالي الله يرحمها، والزوج ديالها وبنتها وجوج وليداتها الله يرحمهم بخمسه، رابت عليهم الدار وداهم مشاو كاملين. وكاينه الدار الاخرى اللي حداهم حتى هي، فيها الام وجوج بنيات ديالها، راه تما مشاو. لا ما كنظنش، حيت انا ملي داز الواد كان داز بالليل، ما كانش شي حد، ما بقاش شي واحد اللي عنده الوقت اللي يهز التليفون يصور ملي جا الواد. صافي ولا الناس كلشي كيلغي بالغاه، كلشي هربان، كلشي خايف، ولينا كنسمعوا غير هذا طاح هذا طاح، يعني ما كانش ما بقاش الوقت عند شي واحد اللي يهز التليفون بقى يصور ولا ينهي شي حد. صافي ولا كلشي تعيط غير راسي. او كرضا معروفه على الصعيد سموقن كامل، من احسن الدواور ديال المنطقه من ناحيه السياحه ومن ناحيه الخضوريه ومن ناحيه الجمال الطبيعي. ما قدر الله ما شاء فعل، الله بغى لها هكا ولات منكوبه. ما كاينين اغلبيه دراري صغار، راه الله عندنا تقريبا شي خمسه ديال الناس كبار، وما باقي كلهم دراري صغار، كلهم شباب، كلشي كان غادي يقرا، كلشي باغي يرجع للمدرسه، وكلهم من ولاد المنطقه، يعني اللي كيقراو غير في تمانارت ولا في طاطا، يعني الناس ديال هنا، ماشي الحمد لله الناس ديال الكازا والناس ديال الغرب سافروا، اما كون هذه الكارثه هذه جات قبل راه غتكون كارثه كبيره بزاف. الحمد لله على كل حال.